عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، الستر والصحة لنا جميعا يا رب. طيب نبدأ وناخد أول تليفون. عبير أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أستاذ، عاملة إيه؟ أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخلي حضرتك، ازي فضلت الشيخ؟ الحمد لله بخير، الله يكرمك. استاذ الحمد لله الشيخ، انا متابعه كل الحلقات بتاعت حضرتك انت والاستاذ عائق. الحمد لله، ربنا يجعلها بفايده. بس يعني معلش يا استاذ، يعني ممكن بس اطول بقى حضرتك عليا شويه؟ اتفضلي يا فندم. بس هو انا يعني جوزي يعني هو بيشرب، تمام؟ يعني بيشرب ايه؟ تمام. نعم ماشي ماشي ماشي، فاهم. يعني انا بتمنى من ربنا ان هو يبطل اي حاجه وحشه بيشربها وزي كده. وهو يعني هو كويس، يعني هو بيحب يصلي وكل حاجة، بس هو بقاله فترة طويلة مقاطع الصلاة، مش بيصلي خالص. طبعا هو مش متعلم يعني، فأنا كنت حابة انه يصلي، حابة انه يقرب من ربنا. اعمل ايه يعني؟ انا بحاول على قد ما اقدر انا اخليه يقرب من ربنا. طب هو يا عبير هو عنده كم سنة؟ هو حاجة و30 و31 32 سنة. وانتي بتصلي وملتزمة وكده؟ انا الحمد لله يعني بصلي، اوقات بيفوتني الفرض وزي كده، بس يعني انا برضو بصلي الحمد لله وبصلي الفجر حاضر يعني. طب يا عبير، هو بيشرب ده يعني وصل لحاله من حالات الادمان مثلا ولا ايه؟ لا هو مش من حالات الادمان، بس يعني هو بيشرب لدرجه ان هو لو ما شربش يعني بيتعصب، يضرب في العيال، اللي زعق معانا يعني برضو. طب وهو ده بقاله قد ايه على الحاله دي؟ لا ده من زمان قوي، من قبل ما نتجوز بكتير يعني، انا حتى ما كنتش اعرف. طب هو ما حاولش يروح لدكتور او حاجه؟ لا ما هو بطل قبل كده مره وقعد شهرين بس، بقى والده الله يسامحه خليه رجع تاني للحاجات دي كلها. طيب حاضر ماشي حبيبتي، ربنا يهدي. هو عايزه بقى ينتظم على الصلاه عشان من نفسه. اول حاجه اللي احنا نبحث عن الصحبه، لان يعني هي قضيه الصحبه، لان في النهايه الصحبه السيئه صاحب ساحب، يعني فانظر من تصاحب. هي قضيه ان لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. فقضية ان هو نشوف صحبته عاملة ازاي، ولابد ان هو يبتعد اولا عن الصحبة، ان الصحبة دي تجره دائما وابدا الى الحرام. يعني هتبدأ تقول له طب جرب، طب معلش. حتى الانسان لما نيجي نقعد مع بعض كده وتلاقي واحد يطلع سجاير يعزم، كونه بيعزم في حد ذاته كده اصلا لابد ان يصد. لازم الانسان ده يصد، يقول له اللي انت بتعمله ده غلط وما ينفعش على طول. مش يقول له لا انا اسف والله، لا ما بشربش وبتاع ومش عارف ايه، لا يصد، يقول له اللي انت بتعمله ده غلط، هذا حرام، وما ينفعش اللي انت تشرب قدامنا الكلام ده. طب هو هيشرب وبتاع، اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزول انت عنه. مش قادر، قول له خلاص السلام عليكم هسيبك وامشي، لكن ما تعملش الحرام ده قدامي. دي واحد. الحاجه الثانيه ان هو قضيه لو ابتعد عن الصحبه السيئه ينظر الى صحبه صالحه. صحبه الصالحه دي تكون بقى من خلال ايه؟ من خلال المسجد. اصلي، انتظم في الصلوات الخمس في المسجد. يحافظ قدر الإمكان على الصلاة في موعدها مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. لو هو وصل هو مش قادر وتعبان وبيتعصب وبتاع، ده لابد أنه يروح لطبيب، لابد أنه يروح لطبيب، لازم يتعالج وشوف دكتور يبدأ يعالجه من الحالة اللي هو فيها دي. الحالة الحاجة الرابعة أنه قضية الدعاء بقى، اللي هو لا يرد البلاء إلا الدعاء. فأنت تاخدي بالأسباب اللي أنت تدعو الله تبارك وتعالى ليه بالهداية. ابدأ يكلميه، شوفي حد صالح يبدأ يكلمه. ان احنا في لحظة ما بين غمضة عين وانتباهاتها ممكن الانسان يعني يغمض ما يفتحش عينه مرة تانية.
ممكن ينام فتكون النومه الاخيره، فتقولي له احنا محتاجين اللي احنا نسعى، احنا اللي محتاجين ربنا مش ربنا اللي محتاجنا، احنا محتاجين نسعى الى الله تبارك وتعالى سعيا حثيفا. معانا تليفون ام صفاء. اهلا. أيوة. وسهلا. ازيك يا استاذ عاد؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا لسه اتكلمكم من زمان. اهلا بيك يا حبيبتي. بصي يا استاذه، انا عايزه اسال الشيخ احمد على حاجه. اتفضلي يا فندم. بصي يا استاذه، جوزي متخانق مع ابوه بعد ما والدته ماتت. زوجك متخانق مع والده صح؟ اه. فاجا ايه بعد عنه، فانا بقول له حرام وكده ارجع لابوه، قال لا هو ابويا عمل فيه حاجات كتير، انا عملت حادثه 3 مرات ومش وقف معايا. فجيت قلت له لا حرام يا احمد وكده ومعلش وكده، قال لا مش ينفع، انا مش راجع له تاني، انا زعلان منه. فهم الوقت تحت زعلانين مني وقولوا انت اللي مقوماه وانت اللي عامله وانت اللي، قلت لهم انا مش قومت حد والله ما قومت، وبهدلوني وطردوني وطردوا عيالي وفي الكلام سبوني، بس انا مش عارفه اعمل ايه. وجوزي حالته سيئه خالص بين اهلي، وانا عايزه ارجع الود ده مش نافع خالص، مش عارفه اعمل طب ايه. يعني طب ازاي اخواته دول مثلا بدل ما يتخانقوا معاكي هم يحاولوا ان هم يصالحوا اخوهم على باباهم؟ لا هم بهدلوني وسلف الصغير اللي سلف مسكني شتمني وسابني وبهدلني. طيب ما تقولي لهم انتوا خلوهم يتصالحوا على بعض. لا هم مش راضيين يعملوا كده، حتى كل واحد مش راضي يطلع. لا فبنا عليه نفسه ان انا اكلم اخويا يصالح ابوه، يعني بعد ما بصراحه حماتي دي كانت بتحبني جدا فوق ما تتخيلي، تنقلي الفه وكده بتحبني تقول لي انت بنتي، يعني ليا بنات بس انت بنتي فوق الكل. الله يرحمه. وقبل ما تموت تقول انت كل حاجه حدايا، والله تقول لي كل حاجه انت حدايا، ويعني بصراحه انا مش قصرت فيها خالص، انا بحبهم قصرت فيهم خالص، بس ما اعرفش ليه بيعملوا كده بجوزي، مع ان جوزي كميه الادب وكميه الاحترام وكميه كل حاجه. طب يعني هو ليه مش عايز يصالح باباه؟ ما هو عشان خاطر هو وجع 3 مرات، وهو كان مجوز اخواته، فالمهم ايه اجى مش معاه فلوس يعني ان هو يتعالج، فانا رحت بعت ذهبي ورحت استلفت عشان اعالجه، وهو زعلان ان اهله مش وقفوا معاه. اشمعنى انتي؟ اشمعنى هم مش وقفوا معايا؟ ده انا مجوز له بنات ومش قصرت فيه، ليه بيعمل معايا كده؟ طيب انت اتكلمي معاه بالراحه، معلش هو عمل كده لله وربنا مش هيضيع مش اجره ابدا. مش نافع معاه خالص، وحتى حماية يقول لي انت خربت البيوت انت، اقول له والله ما عملت حاجه، يقول لي لا انت السبب. بناته يقولوا معلش عارفينك انت على ايه، معلش ابويا راجل كبير وكده، بناتي يقولوا لنا معلش، بس انا مش عارفه اتصرف معاه خالص. ماشي يا حبيبتي. اولا في حاجتين اتنين، الحاله الاولى اللي حضرتك تحاولي قدر الامكان ان انت تتعاملي مع حماكي بالود وبالرحمه وباللين وما الى ذلك من باب لا هو يقول لي لو كلمتيه روح على بيت اهلك مش تكلميني، اعتبرينا ناس متاجرين واعتبرينا ناس مش نعرف. ده زوجك اللي بيقول لك؟ طيب زوجك طول ما هو مقاطع والده، شوفي الحديث بيقول 3 لا يكلمهم الله يوم القيامه من ضمن ولا ينظر اليهم، من ضمن الثلاثه اللي هو، شوف بقى الجزاء من جنس العمل، زي ما هو ما بيكلمش والده فرب العالمين لن يكلمه ولن ينظر اليه، منهم ايه؟ العاق. ده انسان عاق. انا يا جماعه انا مش جاي احاسب والدي مهما عمل والدي في الدنيا، انا مش جاي احاسبه. ما ينفعش ان الابن يجي يقف قدام والده كده ويقول له انت عملته ما عملتليش وانا مش مكلمك. مش احنا اللي في نهايه الزمن هنيجي نعاقب الاب والام على حاجه حتى لو هم غلط، اجي اعاقبهم. انا ما علي الا ان انصح لهم وبالحسنى وبدون رفع الصوت. لكن هذا انسان، هذا العقوبه، وسيدنا النبي اللي قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم، يعني في حاجتين اتنين، العقوبه معجله لهما في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، مع ما ينتظرهما في الاخره. ده غير اللي ايه؟ اللي هينتظر في الاخره، فالعقوبه معجله. عقوبة معجلة اللي هو ايه؟ تلاقي فيه قسوة، هتلاقي فيه فقر، هتلاقي فيه مرض، هتلاقي فيه امراض كتير جدا. ايه هما الحاجتين دول ايه؟ اول حاجة العقوق والبغي. عقوق وبغي، فلازم يفهم الكلام ده. ابو حسن. الو. ايوه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ده
ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا رب. ممكن اكلم الدكتور بس ارجو ان يتسع صدركم ليا يعني. اتفضل يا فندم تحت امرك. لا دكتور يعني انا اختصر لحضرتك القصه يعني. انا عندي 49 سنه، انا قعدت للاسف فتره طويله جدا 30 سنه. طب بس هقول لحضرتك حاجه، الصوت بعيد، ممكن حضرتك تعلي صوتك وتقول السؤال على طول باختصار كده؟ كويس يا فندم. قول كده. انا قعدت فتره طويله جدا حوالي 30 سنه للاسف مدمن مخدرات، واصبت بامراض مزمنه وامراض خطيره جدا. وقعدت فتره طويله في المستشفى في الرعايه المركزه تقريبا يعني بين الحياه والموت، وكنت اتمنى ان ربنا يعني يجعل المرض ده يعني تكفيل لذنوبي، وان انا اموت في وقت مرضي ده او في وقت تعبي، لان كنت في حاله خطيره جدا. والحمد لله شفيت، يعني ما فيش غير الامراض المزمنه. يعني انا مصاب ايدز يا دكتور، ونفسي اقرب لربنا، نفسي اصلي، نفسي في حاجه بتمنعني يا دكتور انا مش عارف هي ايه. يعني انا بحاول اصلي والتزم بالصلاه، وبقعد يومين او ثلاث ايام او اربع ايام وبصلي في المسجد والصلاه في اوقاتها، وفجاه بلاقي نفسي انا مش عايز اصلي. ما فيش حاجه بتمنعني يعني ملموسه، ما فيش حد بيقول لي لا ما تصليش، ما فيش حاجه بتشغلني، لا انا فاضي وما فيش اي حاجه، بس انا اللي مش عايز. يعني سبحان الله، ربنا يتم شفاك وهدايتك يا رب، وسبحان الله ربنا اداله فرصه ان هو يتوب. بص يا اخي الكريم، يعني اولا اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليك، ونسال الله عز وجل ان يجعل توبتك يعني كفاره لسيئاتك ورفعه في درجاتك يا رب، اللهم امين. الحاجة الثانية ان المرض ده يعني بقول له يا رب يعني الحمد لله انا راضي، اللهم لك الحمد، فمن رضي فله الرضا. لكن احنا بين يعني في لحظة ممكن ننتقل الى الله تبارك وتعالى في لحظة، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده كلام لي ولكل المشاهدين، كان سيدنا النبي يقول اغتنم خمسا قبل خمس، من ضمن الحاجات اللي كان يقولها النبي صحتك قبل ايه؟ قبل مرضك او سقمك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انا اصبت بالمرض ده، طيب اعمل ايه؟ انا اتوب الى الله عز وجل. محدش عارف، قد يكون في علاج، ما انزل الله داء الا انزل له دواء، يعني سبحان الله العظيم، ممكن يبقى ليه علاج فيما بعد، ممكن يجي كده من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن ربنا فتح لي باب التوبة. اعمل ايه؟ اجتهد قدر الامكان، اجتهد قدر الامكان، تحاول اللي انت تتوب الى الله، اكثر من الاستغفار، اسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى، اقرب ما يكون العبد لربه وسيد، ابكي لله كبكاء الطفل، لما الطفل يبكي مع لامه ابكي انت طفل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وابكي الرب العالمين، وان شاء الله ربنا سيرفع عنك هذا الابتلاء، واسال الله ان يتوب علينا وعليك. امين يا رب، ربنا يغفر لنا جميعا ويتوب علينا جميعا يا رب. استغفر الله العظيم واتوب اليه. ونطلع فاصل ونكمل حلقتنا، خليكم معنا.